بداية لافت جدا أن يتم الحديث عن السياسة في وقت الحرب في نعم إسرائيل والدعوة إلى عزل نتنياهو. هذا تطور لافت من زعيم المعارض الذي يعتقد بأن نتنياهو لا يجب عليه أن يستمر في هذا الحكم في ظل عدم حصوله على التأييد من غالبية الإسرائيليين. الليكود رفض ذلك على الرغم من أن دعوة لبيد واضحة، ليس استبدال حكم الليكود ولكن استبدال فقط نتنياهو. نتنياهو في الاستطلاعات الشعبية يواصل يعني فقدانه الثقة من الإسرائيليين، وأيضا يعني بعد أن كان رئيسا للوزراء وكان يحصل على نسب عالية، حاليا مقابل بيني جانس يحصل فقط على 26% أو أقل شكرا. من ذلك.